والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. ليلى عمر من جديد. ليلى، شكرا لكما، ونتابع معكم أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية مع القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 13، الإسكندرية 19-12، مطروح 18-10، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 21-12. ننتقل للسويس العظمى فيها 20 الصغرى 11، العريش 18-11، طابة 20-11، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 23-15. أما الأقصر 26-10، أسوان 28-14، الوادي الجديد 27-9، شلاتين 27-16، وأخيرا حلايب 25-15. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.